مرحبا يا شباب ومرحبا يا صبايا، كيفكن؟ شو أخباركن؟ مبسوطين؟ بتمنى لكم يوم حلو وين ما كنتوا بهالدنيا. العالم عم يصغر شوي شوي مع تطوير التكنولوجيا مثل ما شايفين. اليوم بهاي الحلقة رايحين نحكي عن قصة جديدة، قصة طبعا حقيقية، قصة صارت معي. بس قبل ما نبلش رح خبركن كيف ممكن تستعملوا هالأوديو. I will tell you how you can use this audio. أول شي اسمع لي صوتي بس. First, just listen to my voice. تاني شي اتعلم المفردات الجديدة. So listen and learn the new vocabularies in part 2. تالت شي اندمج معي، يعني جاوب على الأسئلة مشان تعرف قديش فهمت من هالقصة. ورابع شي اسمع للقصة مرة تانية بس بصوت سريع وشوف شو فهمت. So listen to the story again and this time I will do it in fast speed and see how much you could understand from this. And finally, I will leave all the links, all the important informations in the description or in the community page for you to look at the download for the audio and for the translations, or for any question you have, I'm gonna leave it in the description, so make sure you check that as well. خلينا نبلش. بعام 2020 بشهر نوفمبر كنت ساكن بلندن، والجو بهداك الوقت كان كتير بارد. يعني إذا أنتوا ساكنين بلندن أو زرتوا هالبلد بتعرفوا شو قصدي. بس مش بس كان الجو بارد، كمان كنا بحالة حظر جماعي، يعني لوك داون، مشان انتشار وباء الكورونا. يعني ما كان فينا نطلع من البيت إلا لسبب مقنع مثل رياضة بالحديقة أو تسوق للأكل. وبنهاية نوفمبر قرر رئيس الوزراء تبعنا بوريس جونسون، يا سلام على هالرئيس، يعني شي بيطير العقل والله، نحنا كتير فخورين فيه. طيب، قرر هذا بوريس جونسون رئيس الوزراء انه يعطينا اسبوع كامل وين فينا نتسوق. شكرا كتير لإلك يا بوريس جونسون. ونتسوق لعيد الميلاد ونزور رفقاتنا، او اذا بدنا ممكن نسافر لبلد تاني حتى. ممتاز 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 والله. فأنا بصراحة كنت كتير شو يعني مش حاسس منيح بهديك الفترة، مشان ما كان فيني شوف رفقاتي، والجو كان شوي مكركب بسبب الوباء الكورونا واللوكداون. فبهداك الوقت قررت انه سافر على بلد تاني. قلت لحالي بغير جو شوي وبتعرف على شي ثقافة جديدة أو أكل جديدة، مين بيعرف. دائما لما بنعمل شي جديد بيطلع لنا فرص جديدة. فحجزت طيارة على فيينا ورحت زور أخي هونيك. لما وصلت على فيينا الجو هنيك بصراحة أسوأ من لندن، يعني هوا تلج بس ماشي الحال. بشكل عام حبيت الفن العماري بهالمدينة،
خاصة كنيسة المشهورة بالمركز. والله نسيت شو اسمها. ولاحظت انه في كتير سوريين عرب بالعاصمة، حتى في سوق خاص لبيع المأكولات العربية والحلويات الشهية. بصراحة الأكل السوري هناك أحسن بكتير من الأكل السوري الموجود بلندن، خاصة الأكل السوري بأجوار رود. شي بيقرف بالمقارنة مع الأكل السوري بفيينا. إذا كنتوا بفيينا أو إذا أنتوا ساكنين بفيينا، أنا بنصحكم تروحوا وتجربوا المطبخ السوري. عن جد شي تفتخر فيه، يعني أنا بفتخر بهذا الأكل، خاصة الشاورما. يا سلام، مأكل شي طيب والله. عصفير بطني هلأ عم تزقزق أنا وعم إلكن هالقصة، جوعان، صرت جوعان والله. بفيينا كمان كان في لوك داون، حظر جماعي مثل بلندن، يعني نفس القصة. فضليت بفيينا لشي 3 أسابيع بس، وبعدين كان بدي أرجع على لندن بس ما قدرت. حذروا ليش؟ مشان حضرت بوريس جونسون، هذا الرئيس الوزراء العظيم، طلع لي قرار جديد انه السفر ممنوع على لندن، وما فيني هلا ارجع على لندن. وهيك انا علقت بفيينا وما كنت بعرف شو بدي ساوي، ضل بفيينا او سافر على بلد جديد. هذا السؤال رح جاوبكن عليه بالحلقة الجاية، ومنتهية يا جماعة. Now time for part 2, the new words، الكلمات الجديدة. كنت ساكن، I was living، بهداك الوقت، at the time. تعرفوا شو قصدي، you know what I mean. بحالة lockdown أو بحالة حظر جماعي، lockdown situation، وباء الكورونا، coronavirus، يعني ما كان فينا نطلع. We were not able to get out of the house، يعني ما كان فينا نطلع من البيت. سبب مقنع، سبب reason، مقنع convincing، سبب مقنع. رئيس الوزراء، prime minister، رئيس الوزراء. نتسوق، to do shopping، نتسوق، نتسوق. قلت لحالي، I told myself، بغير جو، يعني I change atmosphere، I change the vibe، بغير جو. حجزت، I booked، حجزت. وصلت، I arrived، وصلت. أسوأ، worse، أسوأ. لاحظت إنه، I noticed that، لاحظت إنه. عصافير بطني عم تزقزق. عصافير means birds، بطني my stomach، تزقزق singing، the birds in my stomach are singing، it means I am very hungry. I love this phrase.
ما درت. I was not able. ما درت. طلع قرار جديد. A new decision just came out. طلع قرار جديد. علقت. علقت, it means I am stuck. I couldn't leave the place. علقت. It's a good verb to use. Part 3. I'm going to ask you questions about this story to test your knowledge. يلا جهزوا لي حالكم. وين كنت ساكن بعام 2020؟ السؤال الثاني, شو سويت لما طلع رئيس الوزراء البريطاني قرار جديد عن وباء فيروس كورونا؟ شو هو البلد يلي اخترت سافر عليه؟ قديش ضليت بفيينا؟ وشو صار بالنهاية؟ ضليت بفيينا أو رجعت على لندن؟ Part number 4, I will tell you the story in a much faster speed. يلا. بعام 2020 بشهر نوفمبر كنت ساكن بلندن والجو بهذاك الوقت كان كتير برد. يعني إذا أنتوا ساكنين بلندن أو زرتوا هالبلد بتعرفوا شو قصدي. بس مش بس كان الجو بارد, كمان كنا بحالة حظر جماعي لوك داون مشان انتشار وباء كورونا. يعني ما كان فينا نطلع من البيت إلا لسبب مقنع مثل رياضة بالحديقة أو تسوق للأكل. وبنهاية نوفمبر قرر رئيس الوزراء تبعنا بوريس جونسون إنه يعطينا أسبوع كامل وين فينا نتسوق لعيد الميلاد, نزور رفقاتنا أو نسافر على بلد تاني. حتى بهذاك الوقت قررت إنه سافر على بلد تاني. قلت لحالي بغير جو شوي, فحجزت طيارة على فيينا ورحت زور أخي هنيك. لما وصلت على فيينا الجو هنيك بصراحة أسوأ من لندن, يعني هوا تلج. بشكل عام حبيت الفن العماري بهالمدينة, خاصة الكنيسة المشهورة يلي نسيت اسمها بصراحة. ولاحظت إنه في كتير سوريين عرب بالعاصمة, حتى في سوق خاص لبيع المأكولات العربية والحلويات الشهية. وبصراحة الأكل السوري هنيك أحسن بكتير من الأكل السوري بلندن, خاصة الشاورما. يا سلام, شي طيب والله. عصافير بطني صارت عم تزقزق أنا وعم أكتب هالقصة. بفيينا كمان كان في حظر جماعي لوك داون مثل بلندن, يعني نفس القصة. فضليت بفيينا لشي 3 أسابيع وبعدين كان بدي أرجع على لندن بس ما قدرت. حزروا ليش؟ مشان رئيس الوزراء تبعنا بوريس جونسون طلع قرار جديد. القرار إنه السفر ممنوع على لندن. يا سلام, وهيك أنا علقت بفيينا وما كنت بعرف شو بدي ساوي. ضل بفيينا أو سافر على بلد جديد. وهلأ عن جد منتهيه.